الله يرزقنا جميع المسلمين دائما زيارة الكعبة المشرفة والطواف والعمرة والسعي. هذه لحظات قبل اذان الظهر، ما شاء الله شايفين كيف صفوف، ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا جميع المسلمين دائما سرى مكة المدينة عند امام الكعبة يا رب. هذه شايفين ما شاء الله المنظر عند يعطرون الكعبة، ما شاء الله تبارك الله. والله يرزق جميع المسلمين زيارة الكعبة مكة المدينة، ما شاء الله تبارك الله. هذه الأحداث قريب من الأذان الظهر، ما شاء الله. أشهد أن
هذه زيارة مقام إبراهيم حضرة إبراهيم عليه السلام ما شاء الله. الآن ماشيين معكم على صفا المروة المكان السعي بعد أعداد الطواف ما شاء الله، وصلينا صلاة الدحور أمام الكعبة الحمد لله. الله يرزقكم جميعا دائما صلاة في مكة. الآن رايحين نشرب الزمزم، الله يرزقكم الشرب الزمزم في مكة والمدينة آمين. هذه البداية الصحيح عند صفا المروة، وهنا موجودين عند صفا ما شاء الله بداية السعي. هذه أجواء معكم ما شاء الله روحانية عند صفا المروة. هذين هنا على جبل الصفا هنا موجودين، هذا امامنا جبل الصفا. كده بدايتنا السعي، نمشي شوط واحد لين الجبل الرحمة، جبل المروة، يصير شوط واحد، لما ناخذ شوط لين هنا يصير شوطين، ونرجع ثاني مرة يصير شوط لين آخر ثلاثة، بعدين نرجع أربعة وخمسة كده، ونرجع ثاني مرة ستة، كل جهة شوط واحد نحسب. فأوضح لكم في أحيانا الناس ما يعرفون، زي صارت معانا من جو جماعة حقنا سووا زي كده، أخذوا لين ورجع هنا حسبوا شوط، وراحوا ثاني مرة يعني أخذوا 14 شوط. الله يتقبلهم منهم جميع المسلمين يا رب. نبدأ الحين معاكم السعي، الله يتقبل جميع المسلمين، الله يرزقكم طواف السعي المروة بزيارة مكة المدينة آمين. نبدأ الحين احنا السعي بسم الله.
الحمد لله اخذنا عمره وحنا رايحين ان الحلاقين عشان نحلق بعد كده خلاص كده تكملت العمره. الله يرزقنا جميع المسلمين دائما زياره مكه المدينه واستودعكم الله وبارك الله فيكم ان شاء الله ايام قادمه نكون حلقه جديده معكم. السلام عليكم ورحمه الله.